موعد انطلاق البحث في ورشة الإصلاحات لتحسين الوضع في سجن رومي المركزي الاثنين المقبل، حيث سيشرف وزير الداخلية مروان شربل على التنفيذ. وتشمل الورشة تركيب أبواب حديدية مرورا بكاميرات مراقبة وآلات خاصة لأخذ بصمات العين واليد والأرجل، حيث تبلغ كلفة المشروع نحو 10 ملايين دولار. وكان رئيس الحكومة بحث مع وزير العدل شكيب أطبيوي في الإسراع في بث ملف الموقوفين الإسلاميين. إلى ذلك ترأس